ذات الصدر الأساسي ده. السلام عليكم ورحمة الله، ورمضان مبارك، ونتمنى لجميعكم بخير وعلى خير، وحفظكم الله من كل داء. إذا فكرت ندير هذا الفيديو، غادي يكونوا إن شاء الله دي فيديو آخرين، لأن كاين مجموعة ديال الإخوان ديال الأساتذة اللي كيعانيو من تهيئ ديال الدروس الرقمية، خاصة أن الضفية يعني جات في الغفلة. إذا كاين مجموعة البرامج اللي يمكننا نستغلوهم في الحاسوب والهاتف ديالنا، وهم برامج اللي يمكن لك تستفد منهم انطلاقا من حساب مسار ديالك. يعني يكفي يكون عندك حساب مسار مفعل، يمكن لك تستفد من هاد البرامج هادو بلا ما تبحث عليهم في مكان آخر، وهي برامج مهمة بزاف. طبعا لأن كنتكلم على الوورد، كنتكلم على الإكسل، كنتكلم على باوربوينت اللي كنهيئو به الدروس ديالنا، وكذلك أهم شيء هو واحد ليسباس ديال التخزين ديال ستوكاج أون لين اللي كيتسمى وان درايف، اللي يمكن لك تخزن فيه الدروس ديالك كاملين، وفيما كنتي ممكن يعني تفتح داك الدروس اللي بغيتيهم لأنهم كيبقاو مخزنين في الإنترنت. إذا غادي نبداو على بركة الله ونشوفوا الطريقة كيفاش يمكننا نثبتوا هاد البرامج هادو. إذا الهدف ديال الفيديو كان هو كيفاش يمكن لي نثبت هاد البرامج في الحاسوب ديالي، عفوا في الهاتف ديالي. إذا أول شيء إلا بغيت تثبت هاد البرامج، كندخل لجوجل، كندخل يعني المتصفح ديال الإنترنت جوجل كروم عادة، وكنكتب 365 يعني أوفيس، كنكتب أوفيس 365 كيف كيظهر قدامنا. اذا كندير لا ريغيرش ديالي مباشره، كيعطيني الموقع ديال اوفيس 365 هو الاول اللي كيطلع. اذا غادي ندخل الموقع، فوالا هذا هو الانترفاس ديال الموقع. هادو هما البرامج اللي تكلمت عليهم، اوتلوك، وورد، اكسل، باوربوينت، وان نوت، وكذلك وان درايف. اذا غادي اول شيء ندير كونيكسيون، يعني باش نسجل باش ندخل الحساب ديالي في الموقع. اذا هنا كنكتب الحساب مسار ديالي، طبعا في الاخير تبقى @robastalin.mr، وكندخل مود باس مسار ديالي، اذا مود باس اللي كندخلو به المسار نيت. اذا فوالا انا دخلت الموقع ودخلت يعني معرف كأستاذ أنتمي لوزارة التربية الوطنية، يعني عندي الحق نستفد من دوك البرامج مجانا طبعا. إذا غادي نضغط على ليكون ديال جوجل بلاي باش يمكن لي انستالي لوجيسيال، كيديني مباشرة لجوجل بلاي، كندير انستالي بحال لي غادي نثبتو شي تطبيق عادي. إذا غادي كنتظر طبعا مدة حتى كي يعني تيليشارجمون ديال البرامج. فوالا من كيساليو كندير اوفغيغ باش نفتح دوك البرامج هادوك. سابيا ندير اوتوريزي باش كنعطيه الحق انه ياخد الصور الا احتاجيت من بعد حتى شي صورة مثلا ناخدها من التليفون ديالي ولا شي حاجة. سي بارتي. فوالا ها البرامج ها هما ديجا انستالي عندي. تلك كيبقاو عاد دي زيتاب اكسبتي، غادي ناكسبتي يعني لونفوا ديال لي طوني. فوالا فيرمي. اذا الطريقه سهله. اذا الا بغيت نبدا دابا العمل ديالي يكفي نضغط على ديك زائد، غادي يطلب مني نعاود نعرف نفسي. اذا غادي ندخل بالحساب مسار ديالي بالمود باس ديالي، مود باس ديال المسار طبعا. اذا فوالا هما البرامج ها هما عندي، ديجا راه عطاني ليكون ديالي الفوق حطوها. اذا الا بغيت نبدا نشتغل غادي نضغط على زائد، غادي يعطيني البرامج اللي نختار البرنامج اللي غنشتغل به. غادي ندير دوكيمون في هذه الحاله. اذا كاين الوورد الفوق، اكسل، باوربوينت. اذا غادي يكون فيديو ثاني ان شاء الله للطريقه كيفاش نهيئ الدرس ديالي انطلاقا من الهاتف، يعني ما نحتاجش الحاسوب بتاتا. كيفاش يمكن لي نهيئ درس بهاد البرامج هادو اللي ثبتناهم طبعا في الهاتف ديالنا، كيفاش يمكن لي نهيئ درس من يعني من دو ا ا زد
يعني ماشي ضروري يكون عندي الحاسوب متوفر، حيت ماشي دائما كيكون الحاسوب متوفر. ها انا كنجرب هنايا الباور بوينت، عندنا هو شغال عادي. ندير زائد عاود نجرب الوورد مثلا على الاكسل، نجرب الاكسل مثلا قبل الوورد، يعني كاملين راهم شغالين. عندنا هو الوورد حتى هو اللي نكتب فيه. لان كيف قلت غادي يكون فيديوهات اخرين، ما غاديش يكون طوالي بزاف الطريقه كيفاش نوظفوا هاد البرامج انطلاقا من الهاتف ديالنا. من بعد التثبيت ديال التطبيقات في الهاتف ديالنا، طبعا ماشي ضروري من بعد ندخلوا للموقع ديال اوفيس 365 لان دوك البرامج راه حنا ثبتناهم، دونك غادي نلقاوهم في اللائحه فين عندنا التطبيقات ديالنا. كيف كيبان عندنا في الصوره مثلا، يعني من بعد ملي غادي نحتاج الباوربوينت غادي نمشي مباشره ليكون ديال الباوربوينت ونفتحها مباشره ونشتغل فيها. اذا ماشي ضروري نبقى دائما ندوز دابا على الموقع ديال اوفيس 365، يكفي انني نمشي للمكان فين عندي التطبيقات ديالي ونفتح التطبيق اللي انا محتاج فيه ونشتغل فيه.